السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين المغرب إلى النصف النهائي على أكتاف كريستيانو ورفقائه، يعني المغرب يتأهل على أكتاف كريستيانو ورفقائه بنجوم البرتغال. البرتغال المنتخب يعني المخيف الذي أصبح يعني منتخب أشباح أمام أسود الأطلس هذه، وسطر المنتخب المغربي إنجاز تاريخي ببلوغ نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، يعني منتخب وين أبى إلا أن يكون وين يمثل المنتخبات العربية في قطر في مونديال يعني عربي هذه، بعد الفوز على البرتغال بنتيجة هدف لصفر مساء اليوم سبت ضمن منافسة الربع النهائي، يعني وين يدين الأسود بهذا الفوز ليوسف الناصري. ما نقولش نبأت أنا يا معاه، هذه تنبؤات ماشي انا، ما تنبؤوا ما نتخيلوا، بصح حتى لا يعني قلت ناصيري غادي يماركي هدف، قلت سوف يكون تأهل المنتخب المغربي على الطريق يعني اللعاب ناصيري صاحب الهدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42. بهذا الانتصار يصبح المغرب أول منتخب عربي وإفريقي يصل للنصف النهائي لمونديال طوال تاريخه، لينتظر الفائز يعني وإن شاء الله وملاقاة المنتخب الفرنسي. ونقولوا باللي بعد يعني وإن شاء الله وين كانت منتخبات يعني الكاميرون 1990 والسنغال 2002 وغانا 2010 وين تأهلوا للربع النهائي، لكن أي منهما لم يستطع الوصول للنصف النهائي وبات ثالث منتخب من خارج أمريكا الجنوبية وأوروبا يصل لهذه النقطة بعد يعني المنتخب الأمريكي 1930 وكوريا الجنوبية 2002. وجاء هذا التأهل بعد مسيرة مظفرة منذ انطلاق البطولة وين بسجل نظيف خالي من الخسارة، ولم تتلقى شباك المغرب سوى هدف واحد. بدأ الأسود الأطلس المشوار بتعادل مع العملاق كرواتيا ووصيف المونديال السابق 0-0، وفاز على بلجيكا يعني مصنف ثانيا عالميا بهدفين لصفر، وفاز في الختام يعني الدور الأول على كندا بهدفين لهدف قبل أن يحقق الفوز على إسبانيا أحد المنتخبات التي كانت مرشحة بقوة للفوز باللقب في الثمن النهائي بركلات ترجيح، ثم الإطاحة بالمنتخب البرتغالي بهدف لصفر. يعني مباراة وين سألنا كيفاش وين مباراة يعني نقولوا بلي مباراة تاريخية، مباراة كبيرة، مباراة يعني وين كانت نقولوا بلي أسلحة المغرب ضد البرتغال يعني كان هو دفاع صلب وفي الهجوم ضرب، يعني كان دفاع يعني صلب وهجوم نقولوا بلي للضرب. هذو هما كما نقولوا حنايا المنتخبات يعني اللي تكتب تاريخ، كي نقولوا كيما هكا كان يقول لك هكا راك تمعني على فلان يا ودي. لا على نتكلموا كرة قدم، يعني على نتكلموا كرة قدم مستوى يعني تاع رجال يعني نجوم يعني المغرب يعانقون السحاب ببلوغ، يعني نصف النهائي كأس العالم مباراة يعني مباراة لا والله لا يعني والله لا غادي يتلاقاو مع فرنسا
راني نقول لكم انا كي تاهلت فرنسا راني نقول لكم باللي المغرب سوف يكون في النصف النهائي، يعني بدون زعما ما عرفناش نزيدوا فيها ولا نقصوا ولا. بصح هذه هي الحقيقه اللي غادي نشوفوها يعني في مع المنتخب المغربي، يعني غادي نشوفوا هذه الحقيقه يعني مع المنتخب المغربي، وين غادي تكون مباراه اللي غادي تكون مباراه قويه. يعني هذه هي مباراه سوف تكون قويه والفوز سوف يكون للمنتخب المغربي. كاش المنتخب ناس هي تلعب بوله، ناس هي تكتب في تاريخ خويا، ناس هي تكتب في الحاضر. حنا رانا نتكلموا على الماضي، ونتكلموا على مستقبل مجهول في كرة القدم الجزائرية. حنا لو كان بغينا ننجحوا ليش انا كون عندكم راجل، كان عندنا رجل واحد برك هو السيد محمد روروة، وين كان عابس على افريقيا بالكامل، حاربتوه وهرستوه، يعني هرستوه كامل واش صنع، واليوم قاعدين يعني تعبدوا في الفاشل. هذه اللي غادي نقولها لكم. الناس اللي ناس خدمت خويا والله، لا كيما يقول لك ما تسيب ما تهدر. انا واحد من الناس ماني ساب ما نهدر، يعني والله لا والله شوف الناس كيفاش وصلت العالميه. منتخب المغربي بكل بساطه يعني العالميه خويا، والله العالميه. هذا صح، لعبوا قدموا يعني عالمية. والله عالمية اخويا، والله ما شاء الله عليهم، والله الخدمة. يعني وين المغرب يعني ويداو العبرة بعد يعني قضية بن ناصر والتحاقه بالجزائر، وشأن الجامعة المغربية أصبحت أكثر فاعلية وأكثر احترافية في التعامل مع مزدوجي الجنسية المغاربة. إلى وين نقولوا بلي المغرب إلى النصف النهائي، منتخب يعتبر أكثر من منتخب يعتمد على اللاعبين يعني مغتربين أبناء بلدهم في هذا المونديال ب 14 لاعب، مشروع بدأ يعني ونجح يعني في الأخير، وين نجحوا سبحان الله. ناس تكتب في تاريخ، وانت يخرج عليك ذاك المكلف بالإعلام يدير لك المدرب راه زاد 2026 يا ودي 2040 ومن بعدها. رجالة استغلوا الكفاءة اللي عندهم واستغلوا اللاعبين اللي عندهم. أصاحبي انت تقصر عليا، هذه هي كرة القدم. هردتونا وهردتوا رواحكم، قعدنا قارعوا لكم، صبرنا معاكم، تبهدلنا في الكوب دافريك يعني، ولا هذه هي منتخب يعني نعترف انا بالمنتخب المغربي، نعترف به منتخب قوي، منتخب لي يعني نجمو نقولوا عليه الف الف مبروك للمنتخب المغربي الشقيق للتأهل الى النصف النهائي، وان شاء الله الى النهائي. هذه هي عاد تشوف انت هذو كريستيانو بكاوه سي محمد، بري كريستيانو بكاوه والله. لا كريستيانو قالوا له بدي لا غالب، كل العرب وراءنا والافارقه وراءنا، المسلمين وراءنا، هيا قدام برك. هذه يا خويا ناس خدمت يخدم ينال، ماشي بالتهريج عصافه بهدله، اللي داي قصافه بهدله والناس تخدم.
ما تنساوش عطونا جيم كومنتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم وصحيتو خالتي. سلام.